مساء الخير متابعي قناة شوف تي في. في هذا البث المباشر من مدينة سلا، حنا تقدمنا نتواجدوا في بوشوك يعني منذ قليل، يعني تفاجئنا بواحد عملية انتحار كما تيقولوا الناس، الراجل ومراته اللي انتحروا يعني من الفوق، وخلاو ثلاثة ديال الأبناء، يعني بنت صغيرة عندها 7 شهور على حساب يعني شهود عيان. بقاو معنا باش حنا مازالش ما عرفناش الاسباب ديال هذا الانتحار هذا، ولكن يقدروا يكونوا شي مشاكل، ولكن العلم لله. كنتمنى لهم الرحمه والمغفره من هذا المنبر هذا. بقاو معنا متابعي قناه شوف تي في هذا البث المباشر. شكرا. السلام عليكم. يلا اسا كتعرفوا؟ لا 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 لا، غير زعما غير هكذا معرفه سطحيه وصافي في المدرسه. تقدر تعطيني شي تصريح؟ لا ما نبينكش، ما نبينكش. لا راه شنو كتعرفي على هذوك الناس؟ شو كنعرفوا انا السيده مزيانه، ولكن شي حاجه ما نقدرش نقولها. ما غاديش نبين لك وجهك. والله ما كنعرفهاش، يعني كتقول شي حاجه اللي ما عارفاش. لا ما يمكنش، واش فهمتيني؟ كنعرف ان السيده كتقري وليداتها معنا في المدرسه، فهمتي؟ شحال في عمرها تقريبا؟ ما كبيراش، الكلاس ديالنا هكذا ما كبيراش، 30. الزوج ديالها؟ سوف تكون شي حاجه يعني باش نقولوا شي حاجه اللي ما يمكنش. احنا بقاو فينا داك الديكور ما تقبلاتش، يعني انت كتشوف بنادم قدام كيتلاوح بزاف بزاف بزاف. ما يبانش لا الله يرحمهم، الله يرحمهم. صعيبه بزاف والله، صعيبه. شفت ان الشخص كتشوف قدامك انسان كيتلاح، هذا الشيء اللي شفت دابا عليك هو صعيب، راه ما تيتقبلوش. لا ما نبينلكش وجهك، انت شفت ما نبينلكش وجهك، ما نبينلكش وجهك. اوكي شنو نقول لك؟ انت دوري 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 هكا دوري. لا دوري، لا ما بغيتش حيدها. لا دوري وجهك، دوري هاك. لا هاك صافي بلا طور صافي. قولي اختي شنو شنو. لا دوري وجهك. اللي شفت هو انني شفت شخص كيتلاح من الفوق وصافي، هذا الشيء ما تقبلاتوش العين وصعيب بزاف. كنتمنى الله يرحمهم بجوج وصافي. السيدة كيعاودوا على أن السيدة طيبة وخلوقة، وهادشي صعيب بزاف بزاف، حيت الوليدات هما اللي كانوا يعني هما اللي كيدفعوا الثمن، غيبقاو هكذا من شر الله. أبناءهم شوية صعيبة، كنتمنى الله يرحمهم. معاش وقع داكشي بالضبط أختي؟ مع ديك شي 7 ونص ولا هكا، شي 7 ونص. 7 ونص. انتوما كنتو هنا حاضرين وكي لا ما كناش حاضرين، انا لانيفيرسير ديال ولادي، يعني عندي واحد البنت عندها عيد ميلاد، جيت غير بالصدفه تلقى تفاجئنا بهذا الشيء هذا وصافي. وشنو كتعرف على هذه السيده مسكينه الله يرحمها في هذا النهار؟ الا كانت تشوف كنعرف عليها والو، السيده كتقري بنيتها معنا في المدرسه وصافي، يعني شي حاجه غير ما كنعرفوهاش عليها والله. كنعرفوا بان مرا مزيانه كتجيب وليداتها وكتحاول ترجع لدويرتها، هذا الشيء اللي كاين. ما نقدرش نتمنى من الله خويا الله يرحمهم ويوسع عليهم هذا الشيء. شكرا اختي.